إن الوطن يسير نحو المستقبل، ورجل المرحلة الذي اخترناه ليكون فارساً لاستحقاقنا الرئاسي هو عبد المجيد تبون، ولهذا فإننا ندعو الشعب الجزائري للالتفاف حول مشروع مرشحنا والتصويت عليه حتى نعيد ملحمة أخرى. اليوم في هذا المكان ارتعينا ان نلتقي في ثلث احزاب لنقول للسيد المترشح الحر ابن الجزائر البار عبد المجيد تبون: فنحن معك فنحن معك لما قدمته لهذا الوطن في ظرف، في عهدة لم تكتمل، في عهدة كانت جائحة كورونا. الأفاق العهدة عنوان كبير يقول الرئيس، يقول أنها ستكون عهدة اقتصادية. ما معنى عهدة اقتصادية؟ يريد أن ينتقل بالجزائر يا إخوان. مهم يريد أن ينتقل بالجزائر من دولة في طريق النمو إلى دولة ناشئة، حاب يديرها في إيمرجون تكبر وفيها مواصفات، لأن كل شيء في الاقتصاد يقاس. كيف يقاس؟ هو النمو الاقتصادي. هذا الرجل الوطني الصادق المتوهج بفكر ثوري يريد أن يصنعه في الجزائر من جديد ببناء تحول اقتصادي، وهو ما سمعته بأذني، ما سمعته بأذني منه مباشرة، فهو ماض إلى التأسيس إلى قاعدة اقتصادية تكون في مستوى تطلعات الجزائر.